ما تبحثش على تقول عمرنا الجامع عمرنا الجامع عمرنا الجامع حتى ما لقيناش وين نفرشوا، وفرشنا في الطريق وفي الرصيف وما كفاش المكان وما كفاش المكان. هذه ماهيش، ده مش معيار، وإنما المعيار في من يعمر هذا المسجد. في 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 مرة فاروق هذه الأمة رضي الله عنه كان جالسا في المسجد مع بعض الصحابة، قال لهم بطبيعة الحال لكل منكم أمنية يتمناها في قلبه. قالوا نعم يا أمير المؤمنين. قال مثلا أنت ما هي أمنيتك؟ قال أنا أمنيتي ألف جمل أنحره أذبحه في سبيل الله أطعم به الفقراء والمساكين. وأنت؟ قال أنا ألف من المال أوزعه على الفقراء، وأنت ألف فرس أجاهد به في سبيل الله. الجماعة قالوا وأنت يا أمير المؤمنين ما هي أمنيتك؟ قال أمنيتي أن يكون في هذا المسجد أمثال رجال أمثال أبي بكر الصديق. أبو بكر كان أمة رضي الله عنه وأرضاه، أبو بكر كان أمة. ولهذا نحن لا نعول على الكثرة، الكثرة فيها البضاعة المزجات، ولكن شيء قليل وفيه الجودة. وإذا تتبعت بالاستقراء آيات القرآن الكريم تجد أن الله قد ذم الكثرة الكثيرة، ذمها الله عز وجل، وبارك رب العالمين في القلة. وأضرب لك مثال، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. كثرة